أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة هناخد حضراتكم سريعا إلى محافظة الوادي الجديد أرض الفرص الواعدة. هيرافقنا في هذه الزيارة السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري. إذن هيكون معانا في هذه الزيارة صاحب القرار الأول في محافظة الوادي الجديد. كمان هيكون معانا في هذه الزيارة البنك الزراعي المصري بصفته أهم كيان ممول للمزارعين والشركات العاملة في الوادي الجديد. هنزور مشروعات وهنقابل مستثمرين وهنطرح كل التحديات اللي بتواجههم في لقاءات هامة جدا سواء على قيادات البنك الزراعي المصري أو في حوار مفتوح مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللي معاه تكليف من الدولة بتعمير 44% من مساحة مصر، هي مساحة محافظة الوادي الجديد. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. زيارتنا المرة دي تحديداً لمحافظة الوادي الجديد كانت مختلفة تماماً عن كل مرة. أولاً لأن المحافظة نفسها اتغير وجهها تماماً مع مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمناطق التجارية اللي تنفذت فيها، وثانياً أن محافظة الوادي الجديد بقى فيها فرص كتير واعدة في كل الأنشطة وخصوصاً الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية، وثالثاً أن جميع البنوك الوطنية وقعوا بروتوكول لتمويل مشروعات الوادي الجديد وخصوصا البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، ولكن بشروط أهمها الخبرة والجدية. الزيارة سببها الرئيسي اجتماع ضخم عقده اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع المستثمرين في المحافظة بحضور السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وخصوصا رواد الأعمال والمستثمرين الزراعيين اللي حصلوا على أراضي صحراوية بالإيجار بغرض التملك بعد إثبات الجدية في الزراعة أو هيشاركوا في مبادرات النخيل والقمح والنباتات الطبية والعطرية وإنتاج الحرير، وكل مبادرة ليها شروطها وتيسيراتها، والمحافظ بيتابع كل مشروع على حدة لدرجة أنه الضامن ليه في التمويل من خلال صندوق الأراضي في الوادي الجديد، يعني الدولة اللي هتضمن مشروعك. كمان قمنا بجولة مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي على العديد من المشروعات سواء في قطاع الزراعة أو الصحة أو التنمية العمرانية أو الصناعة. افتتحنا فرع البنك الزراعي المصري في الخارجة بالوادي الجديد وزرنا مصانع الطحان للتمور وصوامع الغلال وشفنا حصاد القمح في مساحات مذهلة بالوادي الجديد، وزرنا مركز حسن حلمي البديع لذوي الهمة اللي فيه أجهزة مش موجودة في أكبر مراكز القاهرة لعلاج أمراض التخاطب والتوحد والعلاج الطبيعي وغيرها، ومصنع المهندس محمد لبيب للمواسير البلاستيك ومستلزمات الري، وهو بالمناسبة مهندس مصري راجع من ألمانيا وقرر يستثمر شقاء العمر في الوادي الجديد. دلوقتي حضراتكم في قلب اجتماع المستثمرين ورواد الأعمال بديوان عام محافظة الوادي الجديد، وبكل حيادية عرضوا التحديات اللي بتواجههم سواء في التمويل أو الحصول على عقود الأراضي أو الأسمدة أو غيرها من مستلزمات الزراعة، وكانت القرارات حاسمة من اللواء محمد الزملوط وأبرزها تكليف صندوق الأراضي بتحرير العقود فوراً وضمان المزارعين في التمويل. تعالوا بقى نقابل في البداية السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري واللي وافق على تمويل عدد كبير من مشروعات رواد الأعمال اللي بترعاها حاضنة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبالمناسبة اللي كان بيطلب جنيه من رواد الأعمال كان بيقول له هديك 2 وعمل لك دراسات الجدوى وأسندك ممتاز بجد. النهاردة احنا بنخاطب كبرى الشركات الزراعية والصناعية في مصر، رحلة طويلة جدا وهدف ان احنا نساهم بقوة في الزراعة والصناعة في الشركات الكبرى. ليه هذا الاتجاه؟ لان حضرتك قلت احنا اسمنا بنك، بنك يعني بأدي خدمات بنكية لجميع فئات المجتمع وجميع طبقات المجتمع. احنا بنخضع لجميع مبادرات البنك المركزي المصري،
وبالتالي مهم جدا ان احنا نبتدي نتوسع في محفظة القروض عندنا. احنا خلال ال 18 شهر الماضيين وصلت عدد الشركات في البنك الزراعي المصري بكافة انواعها لحوالي 9500 شركة. اجمالي التمويلات اللي احنا ضخناها 1.25 مليار في الوادي الجديد، اغلبها في الزراعة والصناعات القائمة على الزراعة. طالما دخلنا للصحراء ودخلنا للوادي الجديد اللي هو بيمثل 44% من أرض مصر، يبقى محتاجين دعم الكيانات الكبرى، محتاجين الشركات الكبرى. الشركات الكبرى بيكون عندها الخبرة الكافية، بيكون عندها التكنولوجيا، بيكون عندها الوسائل الحديثة اللي بنقدر نزود بيها إنتاجية الفدان. هل هي محاولة مثلاً إن إحنا درسنا كويس جداً التجارب العالمية اللي هي مثلاً رابو بانك في هولندا، أجريكول في كريدي أجريكول في فرنسا، بنوك زراعة كبرى تحولت إلى بنوك استثمارية ضخمة جداً بتمول شركات على مستوى العالم. هل بنحاول نكرر تجربة، بنحاول نوري ان البنك الزراعي المصري يقدر يمول جميع الانشطة؟ هو بالفعل البنك الزراعي المصري ممول 99% من الانشطة بكافة انواعها وبكافة اغراضها، بس بنميل اكتر للمحفظة في القروض الزراعية والاستثمارات الزراعية والصناعات القائمة على الزراعة. عندنا اعادة هيكلة البنك الزراعي، عندنا دعم من معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر للبنك الزراعي المصري. حضرتك النهاردة في اجتماعات المستثمرين لم ترفض أي طلب، ولكن هناك شروط أهمها الجدية. المستثمر الجاد. وبكررها، المستثمر الجاد، المستثمر اللي هو فعلا جاي يستثمر ويضيف للاقتصاد المصري ويضيف للمجتمع المصري ويشغل العمالة ويشيل عبء جامد جدا من على الدولة هو التوظيف. خلي بال حضراتكم، السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري نجح في زيادة محفظة ودائع البنك من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار جنيه بزيادة حوالي 10 مليار جنيه، ومحفظة القروض من 34 مليار جنيه ل 43 مليار جنيه، ومن هنا ارتفع حجم عملاء البنك ل 3.5 مليون عميل. أما ملف المتعسرين وعددهم يتجاوز 35,000 مقترض فأغلقوا تماماً بنهاية عام 2021. ضوابط التمويل إيه هي؟ الميزانيات، حرك كلنا الشروط بالظبط. عندنا أنواع مختلفة من التمويل، عندنا يا إما ستارت أب أو مشروع مبتدئ أو بادي، هو بيجيب دراسة الجدوى بتاعته، بيجيب الميزانية الافتتاحية بتاعته، ونبتدي نعمل تقييم لدراسة الجدوى، بنشوف نسبة مساهمته، وبالتالي بعد كده بنبتدي نضخ معاه الاستثمارات اللي هو محتاجها وتوقعات تدفقات النقدية. احنا موقعين بروتوكول مع محافظ الوادي الجديد محمد زملوط، بموجب كده ان هو ده صندوق الاراضي بيدخل بيضمن القروض، واحنا بنبتدي نمول المستثمرين الموجودين لحفر ابيار لشراء البوفيتات لقروض لسلفه الخدمه الزراعيه. اغلب الاستثمارات اللي تمت في الوادي الجديد اغلبها قائم عليه تصدير، يعني مولين شركات بالعشر تلاف فدان والثمان تلاف فدان، بيصدروا فول سوداني، بيصدروا بطاطس. زراعات القمح نجحت جدا في الوادي الجديد السنة ديت الحمد لله. يعني احنا موجودين وبننزل على أرض الواقع، أغلب فريق العمل النهاردة يوم الجمعة وسبت احنا موجودين عشان ننزل نشوف المستثمرين، نقعد معاهم نشوف مشاكلهم، نحل مشاكلهم، نجيب بالتنسيق مع المحافظ ومع القيادة السياسية في المحافظة. النهاردة معظم المستثمرين والمزارعين بيتكلموا عن الفئات التسليفية، القمح يا فندم عايزين نزوده شويه، الفول السوداني عايزين نزوده شويه، الذره عايزين نزوده شويه. حضرتك فاجئتنا ان احنا زودناه مرتين يا جماعه. مره كانت في اول السنه في يناير، والمره الثانيه لما حصل الاحداث العالميه والحرب ما بين اوكرانيا وروسيا وابتدت فعلا الاسعار الخامات ويبقى فيها مشكله، احنا زودناها ب 25%. هل في امكانيه ان احنا نعيد دراسه تاني مع زياده مدخلات الانتاج؟ اكيد اكيد. احنا الاسعار بشكل كبير جدا، احنا حتى كل الشركات الكبرى احنا عملنا لهم زياده اوتوماتيك 25%. هل بننظر للمستثمر في مناطق الوادي الجديد وخصوصا في المناطق البعيده زي شارع العوينات زي المفردات الجديده، بننظر نظره مختلفه، دعمه بشكل مختلف، فئاته بتبقى مختلفه؟ اكيد احنا مع جميع المستثمرين على مستوى على جميع المستويات، من اول المزارع الصغير لحد الشركة العملاقة احنا معها. دخلنا في سانديكيشن مع البنك الاهلي مثلا ومجموعة من البنوك في تمويل القناة للسكر طبعا، اكبر مصنع موجود في الشرق الاوسط ضمن 10 بنوك كبرى، ودي كانت اول مرة تحصل في تاريخ البنك الزراعي المصري. هو في تحدي حضرتك لازم تعرفه، في ندرة هذه الايام في بعض مستلزمات الزراعة لصعوبة استيرادها من الخارج، هل ممكن البنك الزراعي يتدخل لسرعة فتح الاعتمادات
واستيراد هذه المستلزمات اللي هي تعتبر مدخلات مش منتج نهائي. جميع شركات الأسمدة اللي بتطلب مدخلات إنتاج بنوفرها لها، جميع المصانع اللي بتشتغل معنا بنوفرها لها، جميع شركات الأدوية بنوفرها لها، جميع الصناعات القائمة على الزراعة بنوفر لها العملة الصعبة اللي بتقدر تستورد بيها. هيك أنا ما عنديش ولا اعتماد واقف، كل الاعتمادات اللي عندي اتفتحت بأكتر من 150 مليون دولار من أول السنة لحد النهاردة. حضرتك النهاردة في اجتماع المستثمرين في الوادي الجديد وبرضو رواد الأعمال كانت الشكوى احنا محتاجين أسمدة. البنك الزراعي عنده حصة أسمدة بتيجي من خلال شركاتنا الوطنية وموجهة للأراضي خارج الزمام، ليه ما نحاولش نضخ منها كمية لمحافظة الوادي الجديد؟ لو احنا عايزين نحمر 44% من مساحة مصر في فن في كمية الوادي الجديد خارج الزمام وانا بضخ في الوادي الجديد. حضرتك النهاردة كنت بتتحدث عن بروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومن خلال هذا البروتوكول عرض قدامنا مجموعة من رواد الأعمال مشروعات رائدة جدا، سواء في تدوير مخلفات النخيل، سواء في الزراعة، سواء في العديد من المشروعات. هيبقى دورنا إيه الفترة اللي جاية في دعم رواد الأعمال؟ شفنا النهاردة مشاريع فعلا مشاريع وعدة، يعني ده بيجيب مخلفات ويحولها لطاقة، وطاقة كمان طاقة تتماشى مع البيئة، يعني اتجاه المجتمع الحفاظ على البيئة والتلوث، وحاجات التمويلات بتاعتها صغيرة جدا. فأعتقد أن دورنا كبنك زراعي أن احنا نهتم بالشباب دول. احنا برضو عشان تاخد القصة كاملة بالنسبة لموضوع الرعاية ديت، احنا العام الماضي كنا في لقاء مع الأكاديمية العربية وشفنا فعلا مجموعة شباب كان بعضهم محتاج ان احنا نساهم معاه في تكلفة التعليم بتاعه، لان هم شباب واعد ومتفوق، ودول كانوا من المحافظات الحدودية سيوة ومرسى مطروح بالتحديد والعالمين. ابتدينا نعمل رعاية لبعض الشباب دول. الرعاية دي النهاردة اتت ثمارها بعد سنة، احنا لقينا اكتر من 100 مشروع موجودين بيكرموا بالأكاديمية العربية من ابناء الصعيد، من ابناء الوادي الجديد، من ابناء سيوة. فبالتالي احنا دورنا ان احنا نكمل معاهم. اهم حاجة ان انا اكمل مع اللي انا برعاه، ما سيبهوش. المطور الزراعي، اكيد حضرتك تتفق معايا ان احنا محتاجينه بشدة في القطاع الزراعي المصري. لو جه مطور زراعي في الوادي الجديد خد مساحة من الارض من المحافظة وعمل البنية الاساسية والقومية وبدأ يوزعها للشباب او ياخدهم مساهمين في شركة كبرى، ممكن البنك الزراعي يدعم هذا المطور ازاي؟ بالتمويل اللازم ليه ايا كان حجمه. ايا كان حجمه، وحتى لو مش في قدرات البنك الزراعي احنا بندخل شراكه مع بعض البنوك الاخرى في سندكيشن لون او قرض مشترك وبننفذه. عندنا مبادره عظيمه جدا في الوادي الجديد هي مبادره النخيل. دي مبادره رئاسيه، مجموعات من الشباب 200 فدان 300 فدان وبداوا يزرعوا النخيل، وهناك اجال 3 سنين عشان يبداوا يدفعوا ثمن الارض. واقفين مع الشباب دول ازاي؟ بنساندهم ازاي؟ هل عاملين مبادره مخصوص تتناسب مع بدء الاسمار في النخيل؟ احنا جميع الزراعات اللي موجوده عندنا وجميع السلف الزراعيه اللي موجوده عندنا بتبقى وفقا وطبيعه المحصول وطبيعه الانتاج بتاعه. النخيل مثلا واخد اعفاء 3 سنين ويبتدي يسدد بعد 3 سنين، لان يعني الشجره بتاعته بتبتدي تطلع بعد 3 سنين. تيسير حياه المواطنين احد اهم مهام الشمول المالي. بنتحرك ازاي عشان نوفر مكن الاي تي ام، عشان نوفر خدمات الماليه، عشان نوفر كروت للمزارع، للعميل، للبنك الزراعي؟ بنتحرك ازاي لتطبيق مفهوم الشمول المالي؟ يمكن حضرتك حضرت معنا اكتر من لقاء في قرى حياه كريمه في مؤتمرات باب رزق. احنا بنوفر تمويل متناهي الصغر بصوره الرقم القومي عشان يبتدوا يعملوا مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر. بندي كروت ميزه من غير اي مقابل مادي، وبنبتدي ننشر مكنات الاي تي ام. عندنا كم مكنه النهارده؟ عندنا دلوقتي 1100 مكنه اي تي ام، اكتر من 1000 مكنه منهم في قرى ونجوع الريف المصري. قرى ونجوع الريف المصري والناس عارفه تتعامل عليها عادي، والناس بتتعامل معاها والحمد لله. يعني في الاربع شهور الماضيين دول كان المكن دوت عامل حجم ترانزاكشن، كل مكنه كان المتوسط بتاعها بيعدي 6000 ترانزاكشن، لان فعلا الريف دوت كان محتاج الخدمات دي. الخدمات دي ودي رؤيه البنك المركزي الحقيقه. يعني الكروت برضو احنا ابتدينا نطبع حوالي 3 مليون كارت للمحفظه اللي عندنا من عملاء البنك الزراعي المصري، 3.5 مليون كارت اللي هم عملاء التوفير وعملاء الحسابات الجاريه، في توامه مع شركه اي فاينانس لان هي عندها الداتا بيز بتاعت الحيازات الزراعيه، وبالتالي هي فرصه ان احنا عملنا شراكه في
في شركة إي أسواق. دي شركة هتبتدي تشتغل بطريقة ديجيتال طبعاً نوعاً ما. أكبر شركات في مصر حالياً. هتبتدي من خلال الجامعات الزراعية يبقى لنا تواجد. هنبتدي أول بايلوت بتاعنا أو أول تجربة على 20 جامعة زراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة. موظف البنك هيبقى موجود، موظف إي فاينانس موجود بيقدم خدماته، موظف الجامعة الزراعية موجود. يعني احنا بنتكامل كلنا في مكان واحد عشان نخدم الفلاح. عندنا فريق مبيعات النهارده موجود بحوالي 400 موظف دايركت سيلز او بيع مباشر. دول بيروحوا يخبطوا على المزارع، بيروحوا يخبطوا على الشركات، يبتدوا يتكلموا معاهم ويتعاملوا معاهم. بننزل اسواق علشان نكون متواجدين، اسواق العربيات واسواق العجول، وبنبتدي نوفر بطاقات ميزة للمزارع البسيط. شمول مالي، احنا لازم يبقى عندنا تمويل عقاري. دخلنا في مبادرة تمويل عقاري الحمد لله وشغالين فيها. مبادرة الغاز شغالين فيها، تحويل الغاز. استبدال السيارات شغالين فيها على مستوى أكثر من 10 محافظات حاليا. العربيات اللي عدى عليها 20 سنة والعربيات اللي ما يطلق عليها بالكبوت، العربية نص نقل. بالإضافة بقى للتثقيف بتعليم الناس يعني إيه شمول مالي. بنحاول نقفل السبلاي تشين كاملة. يمكن النهاردة كنا بنتكلم مع محافظ الوادي الجديد، احنا شفنا مشاريع واعدة. ده دورنا. احنا لفينا اكتر من 60 قرية من قرى حياة كريمة لحد النهاردة بمؤتمرات بتمويلات. طلعنا تمويل متناهي الصغر لباب الرزق دوت بحوالي 140 مليون في خلال 8 شهور الماضيين. نسبة التعثر اقل من 0.5%. تعالوا دلوقتي نقابل السيد سامي صادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، وهو من الكفاءات المصرفية المصرية، وهنناقشه في ملف مساندة ودعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وجود حضرتك معنا النهارده مهم جدا. حضرتك بتدير بقوة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الزراعي. عايز اعرف محفظة قروض هذه المشروعات حتى اليوم، والوادي الجديد كيف يمكن ان تستفيد من هذه الزيارة؟ محفظة القروض عندنا في البنك الزراعي هي بطبيعتها النسبة الغالبة فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ما تم مؤخرا ان احنا استقطبنا شريحة من الشركات الكبرى هو عشان نكمل الفاليو تشين كاملة من المتناهي الصغر الى الشركات الكبرى، سلسلة الامداد كاملة نتعامل معها من المزارع الصغير لحد المصنع الكبير. لو حضرتك كنت بتكلمنا عن المحفظة من سنتين كنت هتلاقي عندنا مثلا 3 شركات كبرى. النهارده 3 شركات كبار فقط. النهارده تخطينا 85 شركة كبرى، ودي ما كانش حد يحلم انهم هيبقوا موجودين على محفظتنا. طبعا دول شركات كبيره معروفه في السوق محليا واقليميا، بتتعامل مع اكبر البنوك في مصر. دي بتمثل اضافه للمحفظه بتاعتنا. عندنا المشروعات الصغيره والمتوسطه هي الجزء الغالب من محفظه البنك. احنا المحفظه تقريبا عندنا على مدار 18 شهر تقريبا تضاعفت. معظم الزيادة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي الهدف الرئيسي اللي احنا بنسعى ان احنا نحققه على مدار استراتيجية البنك لحد سنة 23 هي 3 سنوات. النهاردة المحفظة كام يا فندم؟ حوالي 60 مليار جنيه. 60 مليار جنيه. احنا من 18 كنا بنتكلم في 33. 18 شهر. من 18 شهر كنا بنتكلم في 33 مليار جنيه. النهاردة احنا 60 مليار جنيه ان شاء الله. طب القفزة دي اتحققت ازاي؟ مجهود كل الناس، الناس في الفروع، الناس في المناطق، الناس في المركز الرئيسي. إجراءات وسياسات عمل اتحدثت، بقى في فصل وظائف واختصاصات ائتمان، بقى في رقابة، مفيش سرعة منح، مفيش طبعاً. إن العميل بيجيله وعارف أنا اللي فاهم شغلته وهقدر أساعده. طبعا البنك الزراعي يتميز إن هو بنك متخصص في النهاية، لازم اللي يشتغل في الملفات دي ناس تكون عندها خبرة في مجال الزراعة. كان الأول البنك بيعتمد على تمويل الأفراد في مجال الزراعة، مجال تمويل محاصيل، مجال إنتاج حيواني فردي، 5 رؤوس 10 رؤوس كلام من هذا القبيل، اللي هو ما يكبرش محفظة بنك. النهارده مشروعات بمليارات بيمول. الوقت خلاص احنا عندنا مشروعات كبيرة وقابلة انها تاخد تمويل أكبر. ما كانش عندنا مثلا، ما كناش بندخل في قروض مشتركة نهائيا. في جزء برضو حوالي 50% منها بيستخدم استخدام قومي في توريد القمح زي الموسم اللي احنا عايشينه دلوقتي. حضرتك تتوقع مزيد من التوريد؟ ان شاء الله احنا ان شاء الله هنقرب من 1 مليون طن نتمنى باذن الله. يعني مجموعه الاستثمار في البنك الزراعي المصري، ايه الشراكات او الاستحواذات اللي ممكن تعملها خلال الفتره الجايه؟ ايه المشروعات اللي بتستهدفها؟ احنا بنستهدف انشاء مجموعه، يعني نكبر الشركه الزراعيه اللي هي ملكنا.
شركة زراعية. إن شاء الله. دي رأس. اسمها شركة الريف. شركة المصرية للتنمية الزراعية. شركة المصرية للتنمية الريفية. التنمية الريفية. دي بنكبرها. دي تقريبا مفروض هتزيد بقيمة الأصول اللي هنقلها لها في حوالي 7-8 مليار جنيه إذا ما نقلتش مبدئيا. في داخلين في شركات تانية إن إحنا بنعمل شركة لتعمل مخازن استراتيجية أو مش نسميها مخازن، هي أسواق مستلزمات للفلاح استراتيجية. في هنبدأ باتنين بايلوت في بحري وفي إبلي في المنيا ممتاز. والبحيرة دول الحاجات ميجا كارفور الزراعة يعني كله بالضبط. هيبقى متوفر فيها كل ما يحتاجه الفلاح عشان يمارس نشاطه، يبقى ضامن تقاوي، ضامن أسمدة جيدة، ضامن مبيدات مش مخالفة للمواصفات ولا مضرة، تساعدنا على إنتاج محلي جيد، كميات وقابل للتصدير. مجموعة المخاطر في البنك الزراعي المصري مهمتها في المقام الأول حماية أموال المودعين ودراسة المشروعات المتقدمة للاقتراض من البنك بكل حيادية. تعالوا نفهم آليات عملها خلال لقائنا بالسيد هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان في البنك الزراعي المصري. سيد هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان في البنك الزراعي المصري، خليني أصدق حضرتك القول يعني أن قطاع المخاطر لما أكون صاحب مشروع ورق يقولوا لي ده راح قطاع المخاطر هو الأسطورة رب. هو من أصعب القطاعات والمجموعات داخل أي بنك. لا هي مش أصعب يا فندم، هي مش أصعب. إحنا دورنا مش مجرد أننا بقى مخاطر أننا بعصر العميل أو أن هو أن إحنا بنعقد العمل أو لا. إحنا دورنا أن إحنا نقيم المشروع نفسه، مدى جدية المشروع، مدى جدوى المشروع. ممكن عميل يكون داخل مشروع بيخسر فيه، احنا دور استرشادي، دور نديله النصيحة، ممكن نغير له الكاركتر بتاع التمويل كله. يعني ممكن اغير السلك بتاع التدوير كله، ان انا موله بطريقة معينة تفيد العميل افضل. لكن العملية ان احنا في المخاطر ربنا يستر، لا انا اضرب مشروعي. ما هو فندم عايز اقول لك على حاجة، احنا دورنا سيفتي، تأمين اللون، تأمين القرض، تأمين حقيقة كان هو شكله ايه. وفي نفس الوقت مش عملية تأمين، احنا بنحافظ على أموال المودعين. لازم يكون فاهم الصناعة كويس جدا وهو بيقيم الحالة، لازم يشوف قدرات العميل ايه، وخاصة ان احنا بنتعرض في البنك الزراعي للمشاريع الستارت اب. الستارت اب ده من اصعب انواع التمويل، لان انت بتدخل تمويل هو بيدخله اول مرة، فبالتالي ريسكه عالي جدا. ما كناش بنشتغل باحترافية فيه ونقيم المشروع صح. انا يهمني كبنك باك ماني، الفلوس ترجع. ايه الشروط مع رواد الاعمال؟ لا فندم، الشروط مع رواد الاعمال احنا ما عندناش شروط، بمعنى الشروط اللي هي انا يهمني الراجل مثلا عنده شركه لها سجل تجاري، في بطاقه ضريبيه، الراجل ده مشروع اذا كان ستارت اب وراجل بتمويل استثماري، بضرب منه دراسه جدوى للمشروع من جهه معتمده وفقا للمركزي، بيحدد الشركات اللي هي بتدرس المشاريع ديت، إذا كان محاسب أو إذا كان شركات معينة، بتقيم المشروع، بتديني دراسة الجدوى. إذا كان هنا بيزرع مثلا في الوادي الجديد، لازم التخصيص بتاعه، العقد بتاعه، اللي واخد موافقة وزارة الري عشان المقنن المائي، لأن احنا موافقة المحافظة، وموافقة المحافظة لازم تكون موجودة مع ورق بطاقة ضريبية وسجل تجاري، شركة قيمة ومعها ورق. طب لو أفراد بقى؟ الافراد فندم برضو احنا مش بنتكلم على شركه بقى، الافراد ده يبقى بدون سجل تجاري، بس هل هو معاه عقد ولا مش معاهوش عقد؟ هل المقنن المائي الموجود في الحته يسمح او لا يسمح؟ يسمح بالزراعه. نسبه الملوحه في الميه ما بتختلف انواع الزراعات. طب اسال حاجه سؤال، اتفضل. في الوادي الجديد تحديدا في حاجه اسمها صندوق المحافظه، صندوق المحافظه ان هو بيضمن تمام المستثمر لدى البنك الزراعي. تمام. الا يكفيك صندوق بحجم محافظه كامله؟ لا يا فندم، احنا عاملين بروتوكول ده فعلا مع اللي هو الزمالوف هنا في صندوق المحافظه، بس احنا بندور على ايه؟ ما انا دلوقتي صندوق المحافظه ده ما هو مال دوله، يعني اضمن صندوق هيديني، هيقدر ياخد الارض لو هو ما دفعش. هياخد الارض يا فندم، هياخد الارض، سداد المال بتاع، هيترحل للمستثمر تاني. هل المستثمر تاني؟ ما احنا مش عايزين اي اعباء. فبالتالي احنا بندور على زراعه صح، تدي انتاج صح، وتكون متخصصه في حاجات معينه وفقا لطبيعه الارض. طب انا مستثمر وتقدمت للبنك الزراعي المصري، تمام، وورقه رفض في مجموعه المخاطر، قال لك لا يجوز لاي سبب من الاسباب، هتقعدوا معايا تقولوا لي ايه السبب وتساعدوني ان انا اتغلب طبعاً عليه؟ طبعا يا فندم، على فكره عايز اقول لستك على حاجه، احنا في حاجات بتبقى العملاء مش شرحه اللي بتاع الائتمان التسويق ايه هو شغلته ايه او هو عايز يعمل ايه. احنا بنقعد مع العميل عشان ارفض ملف، لازم اقعد مع العميل افهمه وافهم، ممكن تكون حاجات مش شايفينها وهو اساسا عاملها
وجابش الورق بتاعها وتقرير زيارة، ممكن ننزل نزور، بننزل نزور العميل ونشوف المنطقة فيها ايه، ونشوف هل هو كلامه صح ولا لا. لقينا كلامه صح ممكن نرجع في دراسة تاني. دي سمعة بنك، احنا بنرسي كالتشر، ثقافة ان انا في البنك الزراعي اتغير، اتغير للأفضل، اتغير العميل مصلحته فوق كل شيء. الائتمان طيب، ما كنتش هتمنح الائتمان في طيب معين مش هيستفيد بالعميل. خلال لقاء المستثمرين بالوادي الجديد مع اللواء محمد الزملوط، قابلنا المهندس الجدع ساهر محمود، استشاري الزراعة المخضرم وأول من توسع في زراعة القصب بالصحراء بنظام الشتلات. المرة دي هيزرع القطن بنظام الشتلات، وده ليه مميزات كبيرة جدا، ركزوا معاه. حضرتك فعلا استشاري ورجل الدعم الفني الأول في الصعيد. الله يخليك. رحنا مع حضرتك تجارب كتيرة جدا في زراعة القصب بنظام الشتلات، وحقيقة نجاح كبيرة جدا، ولكن المشاهد لا تكفي لزراعة القصب بهذا النظام. تمام يا فندم. فاجأتني برضو النهاردة بموضوع زراعة القطن بنظام الشتلات. أفهم يعني إيه زراعة القطن بنظام الشتلات؟ الفكرة بسيطة جدا. الفكرة أنت دايما الحاجة أم الاختراع. تمام. كان الفكرة دي نشأت من 3 سنين مع المهندس ممدوح فاروق صاحب مصنع الأمير. كنت اجتمعت مع حضرتك. محلج الأمير. ده أحد المحلج الكبرى في الصعيد في المنيا تحديدا. طبعا. وكان بيزرع القطن، فأنا اقترحت عليه اقتراح ان احنا نعمل له تجربة زراعة القطن بالشتلات. عملنا لحضرته مزرعة 5 فدادين، وكان المهندس محمود مدير المزرعة بيتابعني بالصور وبالمحصول وبالنتيجة. الحمد لله حققنا نتيجة ما كانتش وحشة خالص. الانتاج بتاعنا كان نفس الانتاج بتاع البذرة، واحنا وفرنا له ساعتها 35 يوم في الري والتسميد، وفرنا له عملية الخف. بعد كده تاني سنة حضرتك رحت عملت حقل إرشادي عشان أشوف أنا لازم يحصل عندي قناعة داخلية عشان أبدأ أتكلم في الإعلام عن الشتلة وعن القطن بالشتلة. حضرتك السنة دي الحمد لله رب العالمين عملنا شبه تعاون مع المستشار محمد عبد الباري في المزرعة بتاعته، وأنا بدأ في محافظة إيه؟ في محافظة المنيا. تمام. مطاي، وانا رايح اشتغل ازرع البذره رحت داعي قسم المحاصيل في كليه زراعه المنيا برئاسه الدكتور ابو بكر طنطاوي. فندم قال لي انا بزرع قطن السنه دي وهيبقى تجربه تعمم. طب انا لما اجي ازرع قطن بالشتله ايه العائد الاقتصادي اللي هيعم على الدوله؟ واحد، انا هقدر ازرع القطن، انا كده مش هزرع 15/4، انا كده هزرع 15/5 وممكن 20/5 شتله. شتله. اه، أنا هقدر أدخل مساحات القمح اللي هي بعد حصاد القمح بتفضل الأرض بعيرة أو بتزرع أي محصول. لما يبقى عندي قمح محصول استراتيجي وعندي قطن محصول استراتيجي، حضرتك الشتلة ألف به هتوفر بذور، لأن الفدان هنطلعه بكيلو بذرة، دي واحد. يعني احنا الدولة بتصرف له 25 كيلو، يبقى احنا هنوفر 24 كيلو دول في بذور، رقم واحد. رقم اتنين، عمال هتزرع باليد. ثلاثة، هيبقى في رية. أربعة، في تسميدة. خمسة، في عملية خف. ستة، في عملية في رية تانية. أنا كل ده مكافحة الأفات. لا، مكافحة الأفات دي حضرتك مشكلة القطن في البادرات. مشكلة القطن الأساسية في أنك إزاي تقاوم الدودة القردة وإزاي تقاوم التريبس وإزاي تقاوم كل الأمراض اللي بتقابل البادرات. أنا هطلع كده من مشكلة البادرات وهطلع من مشكلة التغير المناخي. كل ده بالشتلة. كل ده بالشتلة، لأن التغير المناخي بيأثر على القطن إزاي يا فندم. القطن من النباتات اللي هي بتاع الحر، فأنت النهاردة عندك في ظل التغير المناخي عندك الليل شديد البرودة والنهار عالي درجات الحرارة، فدي بتعمل تغير في نمو وشكل القطن. الحتة التانية النبات بيتلخبط. النبات بيتلخبط. لما بحطه عندي في المشتل أنا باخد مساحة 40 متر للفدان. أقدر حضرتك مثلا بنص كيلو أسمدة أسمد الفدان. أقدر بكم جرام حشري أو فطري أرش الفدان. طيب، كل ده في الآخر خالص
هيدينا عائد، العائد بتاعه هيبقى ان انا هدخل مساحات ما كانتش بتدخل، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا هاخد نبات السلميات بتاعته قصيره. حضرتك لما نيجي نحط نبات القطن في الارض مباشره، السلميات بتاعته في الفتره الاولى بتبقى طويله، المزارع بيحط له تسميد وميه فبينمو. لكن لما بيبقى عندنا في المشتل بنقدر نعمل له مثبتات، وبنقدر نسمده كويس ونديله رعايه، وبنقدر نظبط السلميات بتاعته، وبنقدر نعمل توازن ما بين المجموع الخضري والجذري. يبقى انت هنا ده كله حجم توفير. يبقى انت في مساحات، احنا سبق وقلنا في مساحات دخلناها دي واحد، هنوفر ميه، هنوفر تسميد، هنوفر عماله. معايا حضرتك؟ كل دي فلوس في جيب المزارع، فلوس في جيب المزارع. طب الفرق ايه؟ احنا بقى كل اللي بنسعى اليه ان شاء الله، واللي بطالب فيه السيد وزير الزراعه، احنا مشكلتنا في الشتلات اللي هي البوتموس، هي الماده الوحيده المستورده في عميل الشتلات. انا سبق من سنتين ساعه ما عملنا التجربه للمهندس ممدوح رمضان، انا بقول نشتغل على العلماء بتوعنا يشتغلوا لنا ازاي نطلع بوتموس من مصر. دلوقتي هنزور مصنع المهندس محمد لبيب للمواسير البلاستيك ومستلزمات الري. هو كان مهندس في المانيا ورجع لمصر وعشق الوادي الجديد، وخلال 6 شهور نفذ مشروعه وبدا الانتاج. ركزوا معاه. حضرتك مهندس ميكانيكا باور جامعه القاهره، ايه الحكايه بقى؟ ايه اللي جابك الوادي الجديد؟ احنا قابلنا سياده المحافظ في المعرض، وهو احنا كنا معرض يا فندم، معرض تمور، كنا بنعرض منتجاتنا. قال لي اتفضل يا باشمهندس عندنا، قابلني في المكتب. انا عرضت عليه الفكره اللي هي خاصه بالبايبس المواسير. انا بيب فرحب جدا بيها وقال لي يقدم لي دراسه جدوى فنيه واقتصاديه. عملت الفنيه والمحاسب عمل الاقتصاديه وعجبته جدا وتحرر الموضوع، وادوني في خلال يمكن اسبوع ردهم النهائي ان احنا جاهزين نديك نخصص لك قطعه ارض، وقطعه الارض مدعمه، يعني مدعمه ومقسطه، يعني اداني تسهيل عالي جدا ان هو ما خدش كل السيوله اللي معايا في البدايه. يعني حضرتك اتحاسبت عليها ازاي الارض دي؟ انا عايز افهم. حاسبت عليها تحديدا طبقا للعقد اللي مبرم بينا، ان احنا دفعنا 10% داون بيمنت اول حاجه، وبعد كده مقدمه الارض 10% اللي هي كانت كام؟ كانت تقريباً 370 ألف جنيه. تمام. وقسطنا الباقي. مساحة قد إيه بقى الإجمالي؟ المساحة كانت في البداية المبلغ ده على 5000 متر، كنا على أساس نشوف التجربة، وبعد ما الحمد لله توفقنا طلبنا ضم 5000 عشان الخط الكبير اللي جاي إن شاء الله من ألمانيا. خطوطك بقى حرك جبتها منين؟ الشغل ده خبراتك فيه إيه؟ أنا عايز أفهم. أنا كنت بشتغل الأول مهندس في شركات المواسير صيانة وإنتاج، فحبيت أخذ التجربة بنفسي والحمد لله، وتوكلت على الله وربنا وفقني الحمد لله. الخط حرك جبته بكام بقى؟ الخط ده ب3.5 مليون. والخط الجديد اللي حرك عايز تجيبه؟ هي خط. أنت تقريبا النهاردة اتوفي لك على كارد ثاني من البنك الزراعي عشان تجيب الخط الثاني. أيوه هو سيد على فروه وقفل لك وهو واقف. الحمد لله ده فضل ربنا عليه. تكلفته كام وهينتج لك إيه؟ 3.6 مليون. دولار ولا جنيه؟ جنيه مصري. وهينتج ايه بقى؟ هينتج بمعدل 6 طن كل 12 ساعه خراطيم ري، خراطيم تتعلق بالمياه، ويقدر ينتج خراطيم الغاز، خراطيم الرفيعه بتاعه الري. ايوه فندم. والنهارده انت بتنتج بطاقه قد ايه المواسير الكبيره دي؟ المواسير الكبيره دي كل ورديه 8 ساعات بتنتج 5 طن من الخط ده، الماكسيمم برودكشن ريت 5 طن. اكتر ايه بقى اللي عندك؟ قول لي منتجاتك، الناس عايزه تسمع منتجاتك. منتجات مواسير بلاستيكيه يو بي في سي من اول 1 بوصة وحتى 8 بوصة. هنا مكانك فين بالظبط عشان بس بعرفه؟ المكان في الوادي في قرية جناح بجوار صوامع الغلال، وفي في مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد. بكرة فريق الجدعان هيكشف في محافظة الوادي الجديد مناطق الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي المتاحة خلال لقائه باللواء محمد الزمالوط محافظ الوادي الجديد، وأسباب إيقاف تخصيص الأراضي الزراعية لصغار المستثمرين حتى شهر يوليو المقبل، وإزاي ممكن أسرة تاخد مساحة من الأرض ومنزل بغرض التوطن في الوادي الجديد. استنونا.